عارفة ما بيردش ليه. أنا بدأت أقلق. يعني أكيد مش سامع الموبايل. زمانهم جايين تلاقي الدنيا زحمة. هجرب تاني. ما بيردش برضو. أنا هجرب أتصل بعبد العزيز. وأنا هكلم أبوكي. وانا كمان قلقت. ما تخافش يا عم زكريا، زمن الاسعاف جاي هتبقى زي الفل. خد نفسك، خد نفسك، ما تخافش. انا مش خايف يا عبد العزيز، الحمد لله، الحمد لله. انا مطمن ان انا مروح وسايب حنين امانه في الارض. خلي بالك من حنين يا عبد العزيز، مش قادر اطمن عليها غير وانت معاها. عم زكريا، عم زكريا، عم زكريا، عم زكريا.
اقدر اعرف يعني انت ليه فرحان قوي كده؟ الله، وانا اللي قلته المعاليك دوت ما يفرحكش يا دكتور؟ عادي، عود نفسك يا انس انك تتحكم في انفعالاتك، يعني لا تفرح قوي ولا تزعل قوي، وما تشمتش في بلاوي الناس. عبد العزيز مجرد تاجر في السوق وبيفيدنا ليس الا يعني، فانا مش فاهم يعني انت بتشمت فيه قوي كده ليه؟ غريبة قوي يا دكتور. ممكن اسال معاليك سؤال؟ عارفه وما تسالوش. عارف مشكلتك ايه يا انس؟ مشكلتك ان انت عندك احساس مفرط بالعداوه تجاه الناس، والعيب ده انت لازم تتخلص منه بسرعه. شوف، انت بتبص تحت رجليك ما بتبصش لبعيد، والحكمه بتقول عدو ذكي خير من صديق غبي. ما تبصش في الارض كده وقوم شوف شغلك. يلا يا دكتور. حاضر يا استاذنك. أنا ماليش أب، وقررت إن أنت أبويا، مالكش دعوة بأي حاجة، أنا هظبط لك كل حاجة. ما تقولي حاجة بقى كده في الحنية والحب من حاجاتك الحلوة. نسير عقلك هيرجع يوم في راسك وتعرف حبي فيك كان قد ايه وتندم. الله، حتى الموت ما بقتش خاف منه. الحاجه الوحيده اللي مخوفاني ان انا فجاه اتلقى الموت في حضني قبل ما اضم حنين بين سنين. انا خلاص راضي باي حاجه، اللي نفسي فيه بس ان انا اخدها في حضني وامسك وشها بايديا وابص في عينيها، احس بيها وهي كمان تحس بيا، تحس بابوها اللي ضحى بعمره علشانها. طول ما انت معايا ما تخافش من حاجه، انا هعوضك على كل اللي راح منك. ربنا يكرمك. واي حاجه عايزه تطلبها مني. دماغك حلو يا عبد العزيز، اهم حاجه فيها المعافره، بس خلي بالك المنافسه ما هيش سهله. هو في منافسه اصلا؟ لا، احنا في وسط ناس عمي بتلوش. يا ريت كل الشباب يبقوا زيك كده يا عبد العزيز، يا ريتهم يتعلموا منك. شعلان، عمر يا عم عزيز، عايزك تجيب لي حد يعمل لي نسخة مضروبة من ملفات الكلاب دول. أحسن واحد في مصر يبقى عندك. بس ليه يا صاحبي؟
ممكن تاكلي؟ ما هو مش هينفع كده يا حنين، انت من امبارح على لحم بطني. مش عايزه اكل يا حبيبتي، دي اعمار لازم نبقى مؤمنين بالله. قولي الحمد لله ان ابوكي مات، هو راضي عنك بيدعي لك وفرحان بيكي. لا يا ذكي يا مجد، قلت لك سيبيني لوحدي. حاضر. بابا يا الحمد لله، الحمد لله انا سمعت كلمه بابا من بقك الحلو ده قبل ما اموت. هتقدر تبقى امك تسمعها بابا، عشان كمان محتاجه اقولها كتير قوي. خلاص مفيش حاجه في الدنيا تقدر تبان من بعد كده. والنبي يا بابا عشان خاطر سامحني على كل كلمه قلتها وجعتك. اسامحك؟ انا اللي سامحك يا حبيبي. حبيبتي انت اغلى حاجه في عمري، حته مني كان ضايع بقى 15 سنه والنهارده بس لقيتها. شوفي فرحتي ما فيها جديد. حبيبتي انا اللي عايزك تسامحيني، اللي عايزك تسامحيني يا حبيبي. سامحيني على كل اللي عملته معاك، سامحيني على اني حرمتك من امك رغم انها، سامحيني على اني خربتك مني، يتمتك وانا لسه عايش في الدنيا. حبيبتي انا هعيش بقيه عمري كله عشان اعوضك عن كل لحظه انت ضايقتي فيها. كلت حاجة؟ لا، وعلى كده من الصبح. يا حظك يا حنين ما لحقتيش تفرحي. كرائية ندى انت كمان، كفاية اللي احنا فيه ده بدل ما تصبرينا. ربنا يصبرها ويصبرنا يا رب. اهلا يا عبد العزيز، اتفضل. فين حنين؟ في اوضتها فوق قافله عليها، مش راضيه تكلم حد. هكلمها. عايزه ايه يا مجده؟ مش قلت لك مش عايزه حد يتكلم معايا؟ عبد العزيز مستنيكي تحت، انزلي. حيلك يا عبد العزيز، انا عارفه زكريا كان قريب منك قد ايه، بس انت دلوقتي الراجل الوحيد اللي في حياتنا. ارجوك لما تنزل حنين حاول تقنعها تاكل اي حاجه احسن ما تقع مننا. قومي نعمل اي حاجه يشربوها. عارف قد ايه انت زعلان. مش بس عشان ابوكي، لا، عشان في حاجة حلوة في حياتك جت فجأة ومشيت فجأة. صدقيني لو قلتلك إن أنا حزني أكبر. عم زكريا كان زي أبويا، بقى أبويا قبل ما أنت تحسي إن أبوكي.
أنا مش جاي عشان أعزيك يا حنين، أنا جاي عشان أقول لك حاجة واحدة بس. حق عم زكريا في رقبتي، وحق بنته في رقبتي. أنا عزيز مش عارف أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة. عايزك تبقي جامدة زي ما شفتك أول مرة. والله عين العقل اللي بتقولي يا شعلان، انا رايي برضو يا اياد ان انتوا تجروا ورا الام تعيشكم بقى. والله الواحد ملو نفسي يعمل اي حاجه. الواحد اتعود على استباحه عم زكريا، اخش المحل ازاي بس؟ الله يرحمه. ما انت ياما ماتلك ناس في المظاهرات وفي الاعتصامات بتاعتك، عمري يعني ما شفتك زعلان على حد فيهم كده. يا بنت افهمي بقى، دي حاجه ودي حاجه. هو عم زكريا كان بيواجه قوه عشان يموت ضحيه؟ يا عم اياد الموت علينا حق، وادي الله وادي حكمته. ونعم بالله. الله يرحمك يا عم زكريا. الله يرحمه. يلا قوم هات العربيه اللي قال لك عليها عبد عزيز، وبجيب معاك الواد صبر وبكر. وحصلنا على الوكر. اشمعنى؟ مفيش، طلب مني مصلحه كده هقضيها واسبقكم على هناك. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مستوعبة ولا انت فاكرة الموضوع بسيط؟ عن الشيشة يعني ولا ايه؟ الشيشة وغير الشيشة. خلي بدماغك انه ما حدا له خصة بعلاقات الشخصية، واذا كنت جايبني هون بس عشان تهددني ما كنت وفر على حالك ودق لي وقولهم على التليفون، مش اسهل؟ ماشي يا نوحان، يبقى انا بلغ الدكتور بقى ويشوف موضوع الحريات ده كان يفرق معاه ولا ما يفرقش. باشر يا شعلان. اتفضل يا عمي. انا واصل حسابك. هنيه يا اخوي. اتفضل يا اخوي. لا جناح، انت مش سمكه، انت حوت. يا شعلان ده الله يا ابن اللذينه. سمكه اصل الاصل يا صاحبي، واحسن من اصلي كمان.
مسرات سمكة ده ايه؟ ايده تلف في حرير ما بيطلعش غير لو خدش على الارباب. المهم قريني ايه اللي في دماغك، شكلك كده واخدنا على سكة عوض. متخافش يا شعبان، السكة دي انا عارفها، حافظها مطب مطب وعدد عوامدها عمود عمود حتى بلمبطهم المحروقة. طالما النظافة مش نافعة نوسخ بقى. انت متخليني في ظهرك يا صاحبي. مش وقته، كفاية لك لحد كده. يبقى نوسخ احنا. يا سمكة يا عالمي. أمور يا شعلان. عالمي أمورني يا حبيبي. بس هو كام التريوب ده؟ التريوب ايه يا عم؟ اسمه لابتوب يا شعلان. يا عم خلاص شعلان. العربية جت. العربية جت خلاص؟ اه. زيزو فين؟ قاعد ورا هنا. ماشي. مفيش تفك على قلبك قد كده. قر يا اخويا قر. العربية جت يا زيزو. ماشي يا شعلان، روح حمل معاهم الحاجة. ماشي يا زيزو. وبعدين يا صاحبي؟ هتفضل في الحالة دي لحد امتى؟ طيب على العموم انا عملت كل اللي انت عايزه. بس لو تفهمني ايه اللي في دماغك؟ ما نبقاش رجاله يا اد لو نسينا حق عم زكريا. فهمت؟ يلا. لا اخصى عليك يا انوستي، ما تغوطش في الكلام قوي كده معايا، بتكسف. انوستي طالعه من بقك زي الشهد. قولي لي بقى، قلت ايه في موضوعنا؟ ما خبيش عليك، موضوع الجواز العرفي ده ابتديت يعني افكر كده واقلبه في دماغي. حلو. بس يعني انا شايفه ان انا لازم اامن نفسي، اصل يعني افرض بعد ما اتجوزتني قمت راميني في الشارع، انا اعمل ايه ساعتها؟ ايش ضمني انا؟ اخص عليك بقى، انت تفكري في انوستك برضو انه يعمل كده. انا زعلت. اعمل ايه يا انوستي؟ الزمن الاسود اللي احنا عايشين فيه ده ما بقاش مخلي الواحد يضمن حاجه. بص يا سناء، انا وعدتك ان ارجعك لمعرض ابوك وانا عندي وعدي. ايه معرض ابويا ده كمان؟ ده كان زمان قبل ما الحكايه يبقى فيها جواز. انما طالما الحكايه بقى فيها جواز لازم اامن نفسي. نفسي في محل في شارع عبد العزيز من بابه كده يبقى مكتوب باسم انا. كتير عليا؟ انت مفيش حاجه كتير عليكي ابدا. اخ هو ده ما بينزلش اكتر من كده. اوعى ايدك، هو انت جايني هنا عشان تعمل كده؟ اخصى عليك حزع. اسمعي بس. ايه اللي ايه؟ بس.
يا عبد العزيز. اتأخرت بس جيت. كنت عارف انك جاي. كله بأوانه. عليك دين يا عبد العزيز. رقبتي. أنا أحب المخلصين. مش قد ما بكره الخاينين. احنا هنفضل واقفين كده. ما تتفضل معايا في مكتبي. اتفضل. أخيراً نورت مكتبي يا أستاذ عبد العزيز. فأنا كنت فاكر يعني على الهيلمان ده كله أخش ألاقي جو من ألف ليلة وليلة. مكتب يعني محطوط فيه أطباق فاكهة وخدم وحشم وعبيد. باشا يعني. يا سيدي كلها مظاهر الدنيا الفانية. عصر البشوات انتهى. مات الملك. وجي ألف ملك. اللهم صل على النبي. عربيات آخر موديل وجردات. مستوردهم منين دول يا باشا؟ أرض الله واسعة. شوف يا أخ عبد العزيز، الإنسان هو اللي خلق الحدود وقسم الدول. إنما الأصل بقى إن البني آدمين كلهم حاجة واحدة، مستخلفين على الأرض أيام إمبراطورية الخلافة اللي كانت تشمل نصف الدنيا. أذابت الحدود والأجناس والأعراق ووحدت الجميع تحت راية الإسلام، وكان الكل يعمل لها ألف ألف حساب. يا خسارة. سنة الحياة يا دكتور. واللي عايز يبني ملك وحضارة على الأرض لازم يعرف إن في يوم هيطلع له أعداء. إنما بقى اللي عايز وجه الكريم ما يخصوش الغنايم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الذين آمنوا بقى. ما تطفي السيجارة دي يا ابني بقى. الله كفاية كده. وماله؟ شوف يا عبد العزيز، إحنا مش جايين نقول محاضرة في التاريخ ونتسلى. أنا ما عنديش وقت للتسلية. احنا جايين نتكلم في الحاضر والمستقبل. الماضي راح باهله وناسه. واللي ما يراش ماضيه يخسر مستقبله. وانت قريت ماضيك يا عبد العزيز؟ طبعا، بدليل اني قاعد معاك هنا. انت ايه اللي خلاك تجيب السلاح وتيجي لحد عندي بنفسك؟ تقدر تقول كده بقدم السبت. واللي يقدم السبت يلقى الحد قدامه، وانا بقى مستني الحد. وانت حدك رايح لحد فيه؟ حد مالوش حدود، مع ان الدخلة بسيطة. انا عايز اشتغل معاك. هو حضرتك بتضحك ليه؟ شايفني باسم يوسف ولا ايه؟ لا اصل انت فاجئتني بالطلب ده. انت اصلك خارج من السجن وكنت بلاك ليست. لكن تعرف انا لما قلت لك عايزك تكلمني احساسي كان بيقول لي ان انت هتكلمني وان انت هتجيب السلاح وان انت كمان هتطلب تشتغل معايا. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ده انت باين عليك بقى صاحب كرامات زي ما بيقولوا. كلها فيوضات من عند الله وانا عبد الله الفقير. ربنا يزيدك. طب ما تاخدنا كده في ضلك، يمكن نلبنا شوية فقر من اللي عندك دول. وبالنسبة بقى لجو السجن والبلاك ليست والكلام ده، فالأيام دول وهو كاس وداير كلنا دقناه. اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون بمشيئة الله يا أستاذ عبد العزيز. وانت عايز ايه أدري؟ كله بمشيئة الله. وموضوع شغلك معايا ده اوعى تفتكره موضوع سهل. لا، ده له قواعد وأصول وقوانين واشتراطات. لا، ده انا عبال ما مر بالمراحل دي كلها تكون في ناس ماتت وناس حيت، وانا راجل ما احبش الروتين، احب اقطع العرق واسيح دمه. محسوبك فهم. ان كان على خسارتي هنزل اعوضها بالشغل في الشارع، بس عايز افهمك حاجه. العبد اللي نازل من على الحبل خلاص، يعني ما عنديش احتمال اقع تاني، يعني ما فيش حاجه اخسرها ولا ابكي عليها. والمطلوب رجالتك يحلوا عني ويشيلوني من دماغهم. مش رجوله يعني انه يهاجموا واحد ضهره للحيط، لان ما عنديش غير بديل واحد، انط في وشك وعورك. وطالما القلب مات يبقى قول يا رحمن يا رحيم. ومتشكرين لحد كده. وقبل ما امشي، الشنطه بتاعتك اهي. الشنطه دي فيها حاجاتك
المستندات والاوراق والسيديهات. انا رايح فين؟ الكلام اخده وعطى وانت ما سبتنيش اكمل كلامي. الجواب بيبان من عنوانه يا ادري. ادي واحده من الشروط. يا ريت ما ترفعش التكليف، ها؟ تقول لي يا دكتور ادري، درجاء يعني. ما كنتش اعرف ان الالقاب بتفرق معاك كده دكتور ادري. ليس منا ولا فينا من لا يوقر الكبير ويرحم الصغير. انزلوا الناس منازلهم يا استاذ عبد العزيز. متفقين يا دكتور. ربنا خلقنا علشان نعمر الارض زي بقيه المخلوقات. شوف النحل، شوف خليه النحل والدقه والنظام اللي فيها، كل واحد بيأدي دوره على اتم وجه. محدش يكره النظام، بس انا بقى عايز اعرف راسي من رجلي. معرضك عامل ايه يا استاذ عبد العزيز؟ على الحميد المجيد. هنزل لك بضاعه والمخزن والورشه هيرجعوا احسن من الاول. ومين اللي يدفع الفواتير؟ اعتبرها هديه مني ليك، ودي بدايه شغلنا مع بعض. هديه مقبوله، بس انا يعني احلامي ابعد من كده. قول لي على حدود احلامك ونتناقش فيها. الشارع ده عليا وحظي بقى وحش، كل لما افك عقده تطلع لي عقده تانيه، وانا بقى نفسي امسك طرف حبل سالك ما فيهوش عقد. دمك خفيف وتشبيهاتك بليغه، بس يا ريت تخرج بقى من جو الفوازير ده، لان صياعتك قديمه ولغتك ركيكه. ها خليك مباشر. عايز اشتغل معاك في السلاح. بس انت مش شايف ان سكه السلاح دي محفوفه بالمخاطر؟ على الاقل لا كانت سكتك ولا انت بتفهم فيها. العبد لله بعون الله، مفيش حاجه تقف قصاده، واللي عايزه بيعمله. طب ليه اخترت سكه السلاح؟ ما كنت تسيبني انا اختار لك بمعرفتي. مكسبها الطقميه، وبعدين هي مركب سيادتك اللي سايقها بمعرفتك، يعني لو غرقت هنغرق مع بعض. وبالمره اخد فرصه عشان اساعد اخواننا المجاهدين.